ده في جراس هوبر يا شباب. نيو فايل، طبعا انتوا عارفين ان احنا لما بنيجي نفتح نيو فايل بيطلع لي انت عاوز الفايل بتاعك يكون بالمتر والسنتي الفيت ولا الانش. احنا بنشتغل على اللارج اوبجكت ميترز، دايما مشاريعنا بتبقى كبيره شويه. تمام، طيب هاجي اقف في اي فيو من دول، مثلا عند البرسبكتيف فيو. لو انا عاوز افتح الجراس هوبر افتحه ازاي؟ هل اخدتوا قبل كده اي حاجه عن جراس هوبر مع باشمهندس نهال، ولا يعني اخدتوا ايه وصلتوا لايه؟ أخدنا فيها إيكويشن، يعني باشمهندسة شرحت يعتبر السلايدرز إزاي ندخل أرقام وإزاي ندخل على مثلا نعمل الرينج، ومن الرينج ده بندخل نعمل إزاي نعمل سيركل وإزاي نعمل لاينز بالبوينتس بالإكس والواي والزد يعني، وإيكويشن تمام بالفورمولا بس، يعني فورمولا أوف لاين وفورمولا أوف سيركل. اوكي. طيب الاساينمنت اللي هي الباشمهندس نزلها لكم، هو اصلا الاساينمنت عباره عن ايه بقى؟ يعني هو حاجه على رينو ولا جراس هوبر فقط؟ وكانت طلبت مننا ان احنا نعمل سبايرل ونعمل ساين كيرف على 45. اوكي تمام. سبايرل في الزد دايركشن يعني. تمام اوكي. طيب احنا هنبدا الجراس هوبر مع بعض. بس لما بحب يعني افتح احنا لو برنامج، معلش، بس احنا يعني اعتبر ما السبايرل دي صعبة ان احنا نعملها، يعني ما عرفناش نعملها بالإيكويشن يعني، بس هي بتتعمل كبولر بوينت عادي جراس هوبر، بس مش منطقة كنت عاوزاها كإيكويشن يعني. اوكي يعني بص انا بصراحه عشان ما اتفرجتش على المحاضره بتاعتها قوي، فانا برضو مش عارف هي شرحت ايه بالظبط، فانا يعني حاسه اني مش قادره افيدكم شويه في الاساينمنت بتاعها. بس لو لقيت طريقه اكيد هقول لكم عليها. تمام، انا هحاول ابدا معاكم الجراس هوبر بطريقه سيمبل قوي. خلاص، لما باجي افتح الجراس هوبر، بص لو احنا بنتكلم في راينو 5 مبدئيا كده، لو اللي بيشتغل فيكم على راينو 5 هو هيضطر ان هو ينزل الجراس هوبر من على السايت بتاع الراينو. تمام، لكن عشان كده احنا في البدايه خالص افتكر كان باشمهندس ناجي يبلغكم، او يعني الدكتور محمود بلغكم ان احنا هنشتغل على جراس هوبر راينو 6 فما فوق. تمام، لانه من اول راينو 6 الجراس هوبر بقى امبيدد جوه البرنامج. طب لما احب افتح الجراس هوبر بفتحه منين؟ يا اما بكتب جراس هوبر، او اول ما بكتب كلمه جراس هو تلقائيا بيروح يكمل لي الكلمه، بدوس عليها فهتلاقوها التاب بتفتح من نفسها، بس هتاخد وقت عندي شويه. انتوا السكرين ظهرها لكم يا جماعه صح؟ اوكي، هو اوريدي الجراس هوبر كان مفتوح تحت، ماشي انا هكتب تاني جراس هوبر. هو اوريدي كان مفتوح عندي، صغره هنا شويه. انا عاوز اقفله خالص. جراس هوبر ماشي. في طريقه ان انا بكتب في كوماند بار، او باجي في الستاندرد هنا، لما اجي كده في اخر الستاندرد هلاقي علامه دايره لونها اخضر وجواها كده زي حشره صغنونه، لما ادوس عليها الاقي بيقول لي لانش جراس هوبر، ففي بيتاح لك جراس هوبر عادي جدا. تمام، طيب ايه اللي موجود جوه الجراس هوبر؟ تعالوا كده، لو انا قلت لكم عاوزين نرسم ريكتانجل في الراين، اي ريكتانجل حاجه كده بسيطه، لو انا كنت بحب اديت في الريكتانجل ده كنت بعمل ايه؟ باجي اسلكت على الفيكسيز بتاعته واروح بيها اتحرك زي ما انا عايز صح؟ طيب وقلت لكم ان انا مثلا لو حبيت اعمل الريكتانجل ده مثلا بلانر سيرفيس بعد كده خلاص، وجيت مثلا اخلي الديسبلاي بتاعي شيدد فيو، وجيت بعد كده عاوز اديت الكيرف بتاعي، يعني الكيرف ما كانش بيتقدت مع السيرفس، ما كانش بيتقدت مع الكيرف بعد التعديلات. خلاص، طيب دي بقى الميزه بتاعت الجراس هوبر، اللي هو ايه؟ هو ايه الجراس هوبر اصلا؟ او يعني ايه اصلا ال يعني عاوز اقول بارامتر ديزاين او ال بارامتر ديزاين، او مش بارامتر ديزاين، يعني ايه الجراس هوبر اصلا؟ جراس هوبر عارفين الكودينج، عارفين البروجرامينج، ان انت تيجي مثلا عاوز تعمل كودينج لحاجه فانت بتقعد تكتب السكريبت بنفسك، لو حد فيكم مثلا كان ليه في موضوع الجافا سكريبت والكلام ده، دي فكره الكودينج.
فنفس الكلام عندنا هنا، الجراس هوبر هو عباره عن برنامج كودينج او بروجرامينج، تمام؟ بس بدل ما انت بتدخل السكريبت وتقعد تكتب الكود بقى واكس بلس واي واكويشنز ومش عارفه ايه، لا هو اوريدي بقى موفر لك حاجه اسمها كومبوننت، تمام؟ الكومبوننت ده اللي هو بيبقى مربع صغير، مثلا لو انا جيت كتبت اي حاجه مثلا اي حاجه دلوقتي، الكومبوننت ده هو اللي بقى جواه الكود اللي بيطلع لك الشكل، تمام؟ فانت مجرد الفكره بتاعتك كلها ان انت بيبقى عندك مجموعه من البارامترز اللي انت بتدخلها، يعني انت بتدخل شويه انبوتس بتاع ده المربع الصغير ده في equation، انت بتدخل له inputs وهو بيطلع لك output. فانت الجراس هوبر عباره عن برنامج كودينج، تمام؟ زي السكريبت كده، بس هو وفر عليك ان انت تقعد تكتب السكريبت ده، لان هو اوريدي عامل لك السكريبت ده جاهز في صوره كومبوننت كده مربع، انت بتنزله، كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت تدخل الانبوتس اللي انت عاوزها علشان هو هيطلع لك الاوتبوتس من الناحيه الثانيه، تمام؟ فده بمنتهى البساطه كده الكونسيبت بتاع الجراس هوبر. طيب لو انا عاوز ارسم ريكتانجل في الجراس هوبر زي ما كنا بنرسم في الراينو، هروح كاتب امر ريكتانجل. اول حاجه انا عندي الكانفاس بتاع الجراس هوبر اهو زي ما انتم شايفين، لما بحب اتحرك جواه بالسكرول بتاع الماوس ان واوت زوم، بالرايت كليك ببان عادي جدا فيه، عاوز انزل اي كومبوننت انا عاوزه، تمام؟ عاوز مثلا اعمل ريكتانجل، فبروح كاتب ريكتانجل، الاقي عندي كذا نوع من الريكتانجل. خلينا نتكلم على الريكتانجل ده اللي هو الاورنج، خلاص؟ وهنفهم ايه الفرق بينه وبين الريكتانجل الاسود ده. قلتوا لي ان باشمهندس نهال تقريبا شرحت لكم الفرق ما بين البارامتر والكومبوننت، صح؟ لا لا. طيب بصوا معايا كده، الاشكال دي لما نشوفها دي بنسميها بارامتر، تمام؟ اللي هو ده. يعني ايه بارامتر ويعني ايه كومبوننت؟ انا من شويه قلت لكم ان الكومبوننت ده ان انت عباره عن الايكويشن او السكريبت اوريدي مكتوب، بس انت بتدخل مجموعه من الانبوتس، الانبوتس دي مع بعض جوه الكومبوننت ده بتعمل بروسيسنج، تمام؟ فبتطلع لك من ناحيه تانية الاوتبوت بتاعك. حلو الكلام؟ في اي مشكله في دي؟ ثانية واحدة بس. طيب لو أنا جيت مثلا كتبت نمبر سلايدر، يبقى الكومبوننت ده خلينا نتعامل معاها على انها وحده معالجه بروسيسنج يونت، بدخل لها مجموعه من الانبوتس بيحصل لها بروسيسنج جوه عن طريق ايكويجن انا مش مطلوب مني ان انا اعرفها ولا مطلوب مني ان انا ادرسها، اللي حابب فيكم يدخل في حاجه ادفانسد اكتر بقى دي يعني بره مش في الكليه عندنا، وبتطلعني في النهايه برودكت، تمام؟ عندي حاجات تانية بنقول عليها بارامترز، متغيرات، تمام؟ البارامترز دي اللي هي ايه؟ اللي هي اللي انا بوصلها بالانبوتس بتاعه الكومبوننت، يعني دي هي الرقم اللي انا بتحكم فيه، فاهمين؟ كأن دي الانبوت بتاعتي، فدي بنسميها بارامتر. انا بحاول اوصل لكم الفرق ما بين يعني الحاجتين بشكل بسيط، اهم حاجه بس انتوا تبقوا فاهمين ان في حاجه اسمها كومبوننت وحاجه اسمها بارامتر، تمام؟ مع الشغل انتوا تلقائيا هتفهموا فكرتها ايه. فتعالوا كده مثلا انا دلوقتي هكتب، نفتح ده، هكتب ريكتانجل. لو انا عاوز ارسم ريكتانجل على الجراس سوبر هكتب الريكتانجل، هختار الريكتانجل اللي هو بالاورنج ده. الريكتانجل ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الانبوتس او البارامترز بتاعتي. تعالوا نفكر مع بعض، لو انا جيت رسمت ريكتانجل كده هنا وعندي، ازاي اقدر اغير الريكتانجل ده؟ يعني ايه المتغيرات اللي في الريكتانجل دي؟ لما العب عليها شكل الريكتانجل يتغير. عشان الريكتانجل ده عبارة عن length width، صح؟ يبقى أنا عندي length بتاع الريكتانجل وال width بتاعه، هي دي الحاجات أو المتغيرات اللي أنا بلعب عليها.
انتوا معايا صح ولا ايه؟ الدنيا الصوت راح ولا ايه؟ ايوه تمام. اوكي طيب، يبقى انا لما اجي انزل ريكتانجل الاقي عندي بيقول لي ايه البارامترز او ايه الانبوتس اللي انا المفروض ادخلها. بيقول لي مثلا الاكس سايز والواي سايز اللي هي اللينث والويت. فلو انا عاوز ادخل مثلا اللينث بتاع ريكتانجل هكتب مثلا سي 25. عارفين طبعا النمبر سلايدر صح؟ مش مدرسه نهايه كلمتكم عنه. مثلا خلينا نقول السلايد الواي هيبقى 30. ايه فانا كده رسمت ايه؟ انا كده رسمت ريكتانجل. طيب برضو من الحاجات المهمه انها تتعرف في الريكتانجل البلين بتاع الريكتانجل. انا هنا دلوقتي الديفولت بتاع البرنامج ان هو البلين بتاعه بيكون الاكس واي. طب افرض مثلا انا عاوز اعرف الريكتانجل ده في حته معينه تانية مش عند الزيرو زيرو. يعني لو جينا نقف هنا على كلمه بلين هنلاقي ان هو الديفولت بتاعه بيبقى زيرو زيرو في الاكس واي. لو انا عاوز مثلا اعرفه في حته تانية هاجي ارسم بوينت بالراينو هنا تمام، وهاجي اعرف كلمه البوينت دي المنظر ده واقول له set one point تمام، واروح موصلاها بالبلين. شايفين ايه اللي حصل؟ الريكتانجل اتحرك من الزيرو زيرو راح عند النقطة. ليه؟ عشان انا قلت له حطي لي الريكتانجل ده او عرف البلين بتاع الريكتانجل ده عند البوينت اللي انا حددتها. طب لو جيت اتحرك بالنقطة دي كده الاقي الريكتانجل بيتحرك معايا تمام. فيبقى الريكتانجل عندنا ايه البارامترز الموجودة فيه؟ اللينث والويتس بتاعه بالبلين. طيب لو انا حابب مثلا الريكتانجل ده اعمل له فيلتس الاقي حطيت لي بارامتر رابع اسمه radius. بمعنى ممكن مثلا اعمل فيلت للريكتانجل ده بمقدار 0.2 بالشكل ده. عمل لي فيلت للريكتانجل، تعالوا نكبرها شويه عشان تبقى باينه. شايفين عمل فيلت للريكتانجل خلاص. فده البارامترز بتاعه الريكتانجل. طيب تعالوا مثلا نجرب حاجه تانيه. تعالوا مثلا نجرب سيركل. برضو هنزل السيركل دي. ايه البارامترز اللي المفروض ان انا ابقى عارفها في السيركل؟ يعني ايه الحاجات اللي بلعب عليها في السيركل المتغيرات بتاعتي اللي لما اغيرها شكل السيركل بيتغير معايا؟ اكيد طبعا الراديوس. تعالوا مثلا ادخل راديوس 25 راح رسم لي راديوس 25 والسنتر بتاع الراديوس ده هو الديفولت بتاعه في البرنامج 0 0. طيب لو انا عاوز اعرف مثلا السيركل دي من عند النقطه اللي انا كنت راسمها فوق اهو بوصلها بالواير ده خلاص عرفت السيركل بتاعتي بقى السنتر بتاعي هو النقطه دي. لما اجي اتحرك بالنقطه دي يمين او شمال هلاقي الريكتانجل اللي انا كنت معرفه قبل كده والسيركل بيتعرفوا طبقا للنقطه دي. طيب في عندنا ايه تاني برضو غير الريكتانجل والسيركل؟ السيركل في عندنا مثلا اليبس تمام. هلاقي في الاليبس عندي ثلاثة بارامترز بيقول لي radius 1 و radius 2 لان احنا عارفين ان دايما الالبس ليه 2 radius. هاجي مثلا اعرف البارامتر الاولاني البارامتر الثاني كده واخفي دول تمام. طيب محتاج ان انا اعرف الالبس بتاعي مثلا البلين بتاعه هخليه هو النقطة اللي احنا كنا معرفينها فوق المنظر ده الاقي الالبس بتاعي اتحرك وراح مع النقطة. طيب انتوا عارفين احنا ازاي بنعمل هايد للكومبوننتس دي وازاي نعمل منها كوبي وكده ولا يعني مش عارفينها؟ مش عارفين. طيب كويس ان انتوا قلتولي. بصوا يا شباب احنا دي الكانفاس بتاعت الجراس هوبر. اوكي لما اجي اسلكت على اي كومبوننت من دول وادوس بالميدل سكرول في دايره بتطلع لي. الدايره دي فيها مجموعه اوامر. تعالوا مثلا نختار الامر الاولاني. شايفين انيبل بريفيو دي قصادها ديسيبل بريفيو شخص كده مغمي عينيه. لما ادوس على ديسيبل بريفيو هو بيخفي لي الكومبوننت ده يعني مش ظاهر في الراينو. خدوا بالكم انا الحاجه اللي بتعامل بيها في الجراس هوبر هي بتبقى مجرد بريفيو في الراينو لكن انا ما بعرفش اسلكت عليها. يعني الالف ده انا مش عارف امسكه تمام. بس لما اجي اسلكت عليه هنا في الجراس هوبر هو بينور لي اخضر تمام. فالموضوع عامل بالظبط زي علاقه الفي ري بالماكس. هو الجراس هوبر برنامج او بلجن جوه الراينو
تمام. فالراينو هو مجرد بريفيو للجراس هوبر فقط، تمام. فانا دلوقتي بدوس على اون بريفيو، الحاجه مخفيه، ادوس عليها كده بريفيو، الحاجه ظاهره، تمام. فعرفتوا ازاي بنطلع الدايره دي؟ بدوس بالميدل سكرول، طق، دوسه واحده. طيب عندي حاجه اسمها انيبل وقصادها ديسيبل. لما اجي ادوس على ديسيبل مثلا كده، ايه اللي حصل؟ تعالوا كده، لو احنا جبنا ده عملنا له اون بريفيو، وده عملنا له ديسيبل، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاون بريفيو انا عندي الكومبوننت شغال، هو في مرحله، يعني هو بيتعمل له بروسيسنج، بس انا خافياه، يعني خافيه البريفيو بتاعه في الراينو. لكن الديسيبل انا بعمل ديسيبل للكومبوننت اصلا، يعني هو مش شغال، كاني عملت له فريز. واخدين بالكم؟ طيب لما احب اعمل انيبل بدوس انيبل عادي جدا، وهنا لما احب اعمل بريفيو بدوس بريفيو عادي جدا. فالديسيبل والديسيبل والانيبل البريفيو والان بريفيو مهمين ان انت تبقوا عارفينه، اوكي. طيب عندنا برضو مجموعه اوامر تانية زي جروب. دلوقتي احنا قدام شويه هنبدا ان احنا يبقى عندنا ديفينيشن في كومبوننتس كتير جنب بعض، هتبقى من الاساسيات عندنا في الكورس واللي هتتحاسبوا عليها في الاساينمنتس، ان حضراتكم تبقوا منظمين طريقه التفكير دي، اوكي. بمعنى عندي الديفينيشن بتاعي فيه كومبوننتس كتير جدا، بس كل مجموعه كومبوننتس هم بيعملوا بروسيس معينه. فمثلا هنا انا سي مثلا ده عباره عن ديفينيشن، انا عملت اليبس، جيت مثلا قدام شويه قلت لك الاليبس ده انا هعمل له موف بطريقه ما، يعني سيبكم الحته دي دلوقتي، بس انا عاوز اوريكم حاجه معينه مثلا في الزد اكسس بشكل ما، خلاص بمقدار مثلا سي 50 اي حاجه، تمام. فانا اصبح عندي ديفينيشن، طبعا الديفينيشن بتبقى اطول من كده، بس انا اصبح عندي ديفينيشن مكون من حاجتين. الحاجه الاولى ان انا رسمت الشكل الاساسي، الحاجه الثانيه ان انا عملت فيه حاجه معينه. فاصبح دي المفروض تبقى مجموعه ودي مجموعه، تمام. فهلاقي مثلا انا عاوز احط الثلاثه دول مع بعض في مجموعه، فبدوس بالميدل سكرول وبروح دايس على العلامه الخضراء دي، اللي هي لما اوقف عليها شويه هلاقيها بتقول لي جروب كده، انا عملت دول جروب مع بعض، تمام. وهنا اروح سلكت على دول برده وعملت دول جروب مع بعض. حضرتك هتقولي طب هو ايه الهدف من الحركه دي؟ زي ما قلت لك ان انت قدام شويه، يعني ممكن على اخر السيشن دي والسيشن اللي جايه هنبدا نعمل اشكال، هيبقى الديفينيشن بتاعك طويل، فانت محتاج ان انت تبقى منظم الديفينيشن بتاعك، انه انا الحته الاولانيه دي فيها كذا، والحته الثانيه دي بلون كذا، فدي كذا. فانا عارف ان انا لما احب اغير في حاجه انا عارف انا هرجع لانهي جزء في الديفينيشن بتاعي، تمام. فالجروب ده هو بيحط لك كام كومبوننت مع بعض ويعمل لك عليهم هايلايت ان ده اسمه جروب، اوكي. طيب لو انا عاوز ادي اسم للجروب ده، هقف عليه بالرايت كليك، هلاقي هنا الحته دي فاضيه، لما سلكت جواها تكست هسمي مثلا هنا البيزك شيب، اوكي. شايفين حصل ايه؟ طلع لي كده كول اوت من الجروب بتاعي وسماه بيزك شيب. هنا مثلا هسميه، خلينا نقول عليها موف ان زد اكسس. شايفين طلع لي كول اوت من الجروب ده وقدها اسم، يبقى انا سميت المجموعه دي. طيب باشمهندس، هل ده بس الشكل بتاع المجموعه؟ لو انا دوست دبل كليك كده جوه المجموعه، شايفين بيعمل ايه؟ بيغير في الاشكال بتاعتي. هنا نفس الكلام، ممكن تبقى اورجانيك كده، ممكن تبقى حاجه بالمنظر ده اللي يريحك. طيب باشمهندس انا ممكن اغير في اللون؟ اه ممكن، لو انا جيت وقفت بالرايت كليك على الجروب، تمام، وكلمه كلر هنا، ممكن ابدا العب في الالوان بتاعتي مثلا، اوكي، واروح واقف. ممكن هنا مثلا اغير اللون بتاع دي برده بالمنظر ده. طيب فرضا مثلا انا جيت عملت اي حاجه، مثلا ضفت كومبوننت تاني مثلا، خلينا نقول اي حاجه، والكومبوننت ده انا عاوز ادخله ضمن الجروب ده، بعمل ايه؟ باجي اسلكت على الكومبوننت واروح واقف على الجروب بالرايت كليك واقول له ايد تو جروب، فدخله تلقائيا في الجروب، خلاص. فخطوه الجروبنج دي مهمه جدا قدام شويه في اخر السيشن والسيشنز اللي جايه في الجراس هوبر، ان احنا نبقى منظمين طريقه الشغل بتاعنا. في اي مشكله او صعوبه لحد دلوقتي في اللي انا بتكلم فيه؟ باشمهندس انا عندي سؤال، هو انا السلايدر النمبر سلايدر عامل upper limit 1 ومش راضي يعلي عن ال 1، هذا ليه؟ طيب حلو قوي. بصي انت عندك كذا طريقه، لو انت عاوزه تدخلي رقم محدد مثلا سي رقم عدد ادوار معين 75، بتدوسي دبل كليك وتروحي مثلا كاتبه 75، طلع لك النمبر سلايدر بالرقم اللي انت عاوزاه.
جيت انا عاوزه اعدي مثلا هو اخره 100 بس انا عاوزه ازوده عن كده، اعمل ايه؟ بالرايت كليك على النمبر سلايدر، كلمه نمبر سلايدر هنا ثانيه، دبل كليك معلش عفوا، دبل كليك على كلمه نمبر سلايدر بيطلع لك بوكس. اوكي شايفه كلمه نيوميريك دومين؟ لما تدوسي على مينيمم هو بيقول لك انت عاوزه اقل قيمه في النمبر سلايدر ده كام. ممكن اعملها 0، ممكن اعملها 10، ممكن اعملها نيجاتيف 150، تعالي مثلا نعملها نيجاتيف 50، بقت اقل قيمه في النمبر سلايدر عندي ممكن اوصل لنيجاتيف 50. طب الماكسيمم بتاعي كام؟ ممكن اوصله مثلا ل 250. تمام طيب خلي بالك بيقول لك الراوند بتاعك عاوزه كام ديجيت بعد بعد الرقم، عاوزه مثلا لو عاوزه تعملي حاجات فيها كسر او كده. اوكي فكل دي حاجات هنتكلم عنها بعدين. فشايفه دلوقتي مثلا النمبر ستاندر بتاعي بقى اقل رقم فيه مثلا نيجاتيف 100 واعلى رقم فيه بقى 250. تمام دي طريقه. ممكن انت تبقي عاوزه تدخلي النمبر ستاندر بتاعك من البدايه برينج، اعملها ازاي؟ يعني مثلا باشمهندس انا عاوزه المينيمم رينج بتاعي سي نيجاتيف 10 لحد 150، اعمل ايه؟ اروح كاتبه كده نيجاتيف 10 واروح دايسه نقطتين 150، كده انا عملت النمبر ستاندر بتاعي في الرينج اللي انا عاوزاه، اعلى حاجه 150 اقل حاجه نيجاتيف 10. معايا في الخطوه دي؟ تمام بس ما سمعتش حضرتك بعد النيجاتيف 10 بدوس ايه عشان انقل ال upper limit. بصي مكتب مثلا نيجاتيف 20 دبل دوت اوكي دبل دوت واروح كاتبه الماكسيمم نمبر اللي انا عاوزاه، كده هو هيعمل لي النمبر سلايدر بتاعي من من المينيموم اللي انا محدداه للماكسيمم. ميرسي. تمام طيب في اي صعوبات دلوقتي يا شباب في اللي احنا قلناه؟ طيب في الجراس هوبر برضو عندي كلر كودينج. يعني ايه كلر كودينج؟ انتوا شايفين ايه الفرق ما بين درجه الجري دي ودرجه الجري دي؟ لما درجه الجري تبقى فاتحه كده لايت جري، ده معناه انه انا الكومبوننت ده معمول له بريفيو. لو انا عملت له ان بريفيو اتحول لدرجه الجري الغامقه. تمام فكده انا بتكلم في درجتين جري اهو جوه الجراس هوبر. طيب لو انا بسلكت على حاجه على اي كومبوننت سواء هو معمول له ان بريفيو او معمول له بريفيو وتحول للون الاخضر، فالاخضر في الجراس هوبر معناه ان الكومبوننت ده انا عامله عليه سلكشن. طيب في عندنا برضو كلر كودينج تاني بيطلع احيانا، مثلا لو عملنا ده بريفيو، لو انا مثلا جيت لاي سبب ما مثلا واحدة موصلة دي هنا، شايفين الدرجة دي؟ طلع لي أحمر. الأحمر في الكومبوننتس في جراس هوبر معناها إن في ايرور، في حاجة غلط، أنت وصلت لي أو دخلت لي إنبوت غلط مش متناسب معايا، أنا مش قادر أقراه. تمام؟ فيبقى إحنا كده بنتكلم في جراس هوبر إن إحنا عندنا درجة الجري فاتح، عندنا درجة الجري غامق لما تكون الحاجة معمول لها أون بريفيو، عندنا درجة الجرين لما بسلكت على أي كومبوننت بيديني جرين، وتلقائيا لو هو معمول له بريفيو في الراينو فهو بيطلع لي يعني الحاجة اللي أنا عامل عليها سلكشن بتديني اللون الأخضر، وعندي الدرجة اللي هي اللون الأحمر اللي هو بيقول لي إن في ايرور حاصل. تمام طيب طيب برضو من الحاجات المهمة اللي قدام شوية هتحسوها إن إحنا لما نقعد نشتغل على definitions طويلة جدا خلاص انت ممكن تدور في الكنفاس بتاعك. انتوا واخدين بالكم احنا لما جينا اشتغلنا في جراس هوبر اشتغلنا منين؟ احنا بنشتغل من الشمال لليمين، فادي البوردر بتاعي بتاع الكنفاس بتاعي اهو في الشمال، بس مهما عملت زوم اوت انا الكنفاس بتاعي ما بيخلصش. خلاص طيب شايفين دي؟ دي كومباس. الكومباس دي لما اجي انا مثلا سي تهت في الـ في الـ في الـ في الـ في الكنفاس بتاعي لاي سبب ما عملت زوم ان او زوم اوت بالغلط، خلاص عاوز اشوف انا الديفينيشن بتاعي موجود فين، لما اقعد اتحرك بالكنفاس دي شايفين السهم بيحرك معايا ازاي؟ هو بيقول لي كده ان انت الديفينيشن بتاعك اهو في الحته دي، شايفين حركه السهم ماشيه ازاي؟ فدي الكومباس اللي موجوده في الجراس هوبر. طيب لما احب زي ما قلت لكم زوم ان وزوم اوت بالسكرول عادي جدا، البان بتبقى بالرايت كليك، لما بسلكت على حاجه تبقى بالليفت كليك اي حاجه. تعالوا نمسح كل ده. لما كنت بحب اعمل نقطة في الراينو كنت باجي اخد نقطة من هنا واروح احطها هنا،
تمام خلاص بقت عندي نقطة واقدر ان انا اتحرك بيها يمين شمال في الحتة اللي انا عاوزاها. طيب لو انا عاوزة احدد نقطة او اعمل نقطة في الجراسوبر بدوس دبل كليك على الكنفاس بتاعي بكتب بوينت. ده عندي بوينت باللون الاسود هنسيبها شوية وعندي لما اكتب بوينت ثانية اكتب تحديدا كونستراكت بوينت. تمام لما ادوس على كونستراكت بوينت كده بسلكت عليها هو اهو عمل لي نقطه. طبعا هي انا مش عارف امسكها في الراين عشان زي ما قلت لكم انا الحاجه بتاعت الجراس اوبر ما بعرفش امسكها في الراين. طيب ايه البارامترز بتاعت النقطه؟ اي نقطه في الدنيا بتتعرف بايه؟ بكوردينتس اكس واي زد. نفس الكلام البارامترز اللي عندي هنا هاجي مثلا اكتب 10 في الاكس اكسس هاجي في الواي اكسس مثلا اكتب 15. المنظر ده شايفين اللي بيحصل النقطة بدأت تتحرك معايا في الاكس واي دايركشن. هاجي في الزد اكسس مثلا اكتب 25. اوكي ادي النقطة بتاعتي راحت اهو. طيب دي النقطة الأولى اللي هي كومبوننت. خلاص ان انا عندي كومبوننت عبارة عن مجموعة من الانبوتس انا اوريدي دخلت الانبوتس الاوتبوت اللي طلع ايه هو النقطة اللي موجودة في الراينو دي. ممكن اعمل طريقة تانية ان انا اروح حاطط نقطة من الراينو واجي هنا اروح منزل كلمة بوينت. لما احط كلمة بوينت هنا تمام اللي هي بتبقى بوكس اسود كده هيكسجنال اسود جوه نقطة اروح دايس اقول له set one point كده انا عرفت نقطة. ممكن اعمل تعريف لكذا نقطة اقول له set multiple points وعرف كذا نقطة. تمام فدي طريقة ودي طريقة. اوكي فاكرين لما قلت لكم ان احنا في المودلنج عندنا زي ثلاث مراحل في بدايه السيشن لما قلت لكم ان احنا المرحله الاولى هنعمل مودلنج على الراينو بس ودي احنا كده خلصناها. المرحله الثانيه ان انا ممكن اعمل موديل جزء منه على الراينو وجزء على الجراس هوبر. المرحله الثالثه ان انا اعمل موديل بتاعي من A to Z على الجراس هوبر فقط. تمام فلما ارسم حاجه في الراينو واروح معرفاها في الجراس هوبر زي ما انا عملت مع النقطه مثلا كده انا بعمل زي ربط ما بين الراينو والجراس هوبر اللي هي المرحلة التانية في الموديل. تمام زي مثلا تعالوا كده جيت مثلا سي رسمت كيرف بأي شكل إن كان خلاص وعاوز أعرفه هنا في الجراس هوبر أمسك كلمة كيرف أقول له set one curve. تمام أنا كده عرفت الكيرف بتاعي. طيب لو حبيت مثلا أديت في الكيرف بتاعي عادي جدا هتلاقوا ان الكيرف بتاع الجراس هوبر بتاع الجراس هوبر بيتقلت معاه عادي جدا. تمام طيب تعالوا مثلا هاخد كوبي من الكيرف ده لفوق شويه خلاص وهقول له set multiple curves هعرف الكيرفين. تمام وهعمل عمليه مثلا اسمها لوفت. انا بس عاوز اوريكم حركه معينه. تمام شايفين انا عملت ايه؟ انا عملت لوفت. انا بدات بايه؟ بصوا برضو علشان شايفين البريفيو سيء شويه تعالوا هنا في الجنب هتلاقوا كده في كوره زرقاء. تمام دي الكواليتي بتاعت البريفيو في يعني ما بين الجراس هوبر والراينو. هي معموله تلقائيا على اللو كواليتي تعالوا نخليها على هاي كواليتي لو اجهزه تستحمل. تمام انا عملت ايه؟ فاكرين احنا من اول سيشن قاعدين بنتكلم على ايه؟ ان انا ارسم كذا كيرف واوصل ما بينهم بلوفت. تمام طيب انا هنا اخدت الكيرفات بتاعتي عرفتها جوه الجراس هوبر ووصلت وعملت ما بينهم لوفت. فاكرين في الراينو لما كنا بنرسم الكيرفات ونوصل بلوفت واجي بعد كده اعدت في الكيرف ساعات السيرفس ما كانش بيادابتد مع الكيرف الجديد. تمام وقلت لكم ان في طريقه اللي هي الريكورد هيستوري بس برده ما كانتش بتظبط قوي. طيب انا هنا معرف يعني انا هنا رسمت الاساس بتاعي على الراينو وعرفته على اللوفت. تعالوا نمسك كده اي كيرف من دول تعالوا نادت عليه. شايفين لما بعمل ادت في الكيرف على الراينو بيحصل ايه؟ السيرفس بتاعي بيتقدت هو كمان. تمام فدي الميزه بقى بتاعت الجراس هوبر ان انا مهما مشيت من خطوات كتير قوي بعد الحركه دي يعني بعد الخطوه دي اقدر ان انا في الاساس بقى او في البيز بتاعي ارجع ايديت تاني. تمام يعني من الاخر كده الجراس هوبر انت ممكن تقعد تبني الموديل كله وعملت المشروع كاملا بس جه مثلا المالك قال لك عفوا يا باشمهندس ده انت القانون مثلا بدل ما كنا عاملين 100 دور لا احنا محتاجين نقلل عدد الادوار مثلا ل 50. اوكي فساعتها انت بترجع في جراس هوبر
ده بتأدت في اي بارامتر من دول طق من 150 خلاص الموديل بتاعك كله اتعدل على الايه الايديت اللي انت عملته. فهي دي الميزه بتاعت الجراس هوبر، ان انا بلعب في بارامترز. اوكي باشمهندسين، هل الدنيا واضحه لحد دلوقتي؟ في اي مشاكل؟ حسنا انا بتكلم نفسي. اوكي انا عارف طبعا ان انتوا تعبتوا مني، احنا يعني قضينا وقت كتير قوي في الموديلنج بتاع الراينو، بس هحاول ان انا اخلص بسرعه. طيب لما كنت بقول لكم ان احنا عاوزين نرسم لاين في الراينو كنا بنعمل ايه؟ بكتب كلمه لاين عادي جدا في الكوماند بار، اللاين بتاعي بيتعرف عن طريق ايه؟ عن طريق نقطه اولى ونقطه ثانيه، خلاص انا رسمت اللاين. هل اعرف اعمل الحركه دي في جراس هوبر؟ اه لو انا عندي مثلا 2 بوينتس، تعال نقول كونستراكت بوينت، خلينا ناخد دي كوبي. لما احب اخد كومبوننت كوبي بعمل ايه؟ بسلكت عليه وبدوس الت واسحبه في الحته اللي انا عاوزاها. تمام، فانا عندي مثلا هنا ادي بوينت اهي وهمسح دي. اوكي ادي مثلا نقطه متعرفه اهو اللي هي دي. اوكي وعاوز اعمل بوينت ثانيه برضو بدراج ودايس على الالت في نفس الوقت كده سحب، واغير مثلا شويه في النقطه دي بالشكل ده. انا كده بقى عندي نقطتين اهو. طيب عاوز اوصل ما بينهم بلاين، اروح كاتبه كلمه لاين. في عندي نوعين من اللاين، هنزل لك النوعين ووريك الفرق ما بينهم. لاين ده هو ده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي، اللي هو كومبوننت، اللي هو بيقول لي في بارامترز دخل لي انبوتس. فالانبوت بتاعي مين؟ بيقول لي الستارت بوينت الاولى اهي، وادي الستارت بوينت الثانيه اهي. كده هو رسم لي لاين في الجراس هوبر. تمام، ما رسمتش اي حاجه في الراين، لا عاوز ارسم اللاين بتاعي في الراينو. اكتب مثلا لاين اهو. تمام، جيت هدوس في اللاين اللي هو البارامتر العادي، هسلكت عليه بالرايت كليك واقول له سيت وان لاين. سيت وان لاين سلكت عليه، وهنا اروح جاي اقول له سيت وان لاين. خلاص هو كده عرف اللاين ده. تمام، فادي طريقه لرسم اللاين من A to Z على الجراس هوبر، وادي طريقه ثانيه ان انا ابقى راسم اللاين اصلا في راينو واعرفه على الجراس هوبر. طيب تعالوا كده، ادي عندي لاين، تعالوا هنعمل كوبي من اللاين ده، نغير شويه في بعض البارامترز بتاعته. بالشكل ده اصبح عندي 2 lines. اوكي لو انا عاوزه، لو انا عندي line لي start و end point، line تاني برضو لي start و end point. تمام، وعاوزه اقسم اللاين ده لمجموعه points بالمنظر ده، واللاين التاني برضو بمجموعه points. خلاص، وعاوز اوصل النقطة دي بالنقطة دي والنقطة دي بالنقطة دي، نفس الكلام النقطة دي بالنقطة دي وهكذا. نعمل الحركة دي ازاي على الجراس هوبر؟ تعالوا نشوف. انا دلوقتي اهو بقى عندي 2 lines اهو. خلاص، في عندي order اسمه divide curve. divide curve. تمام، هاجي امسك اللاين الاولاني. خلاص وادي اللاين التاني. طيب شايفين الحركه اللي بتحصل دي؟ لما جيت اوصل ده اتشال، لما جيت اوصل الواير ده الواير ده اتشال. ايه حلها؟ لما باجي اوصل الواير التاني بدوس على شيفت. شايفين لما بدوس على شيفت وانا جاي اسحب من الواير اللي فوق ده، هو ده اتحول للون الاخضر ومديني علامه بلس. دي معناها ان انت خلاص تقدر توصل 2 وايرز بنفس الكومبوننت. طيب الديفايد كيرف فيه مجموعه بارامترز، اول بارامتر فيهم اللي هو الكيرف اللي هو اللاين اللي انت عاوز تعمل له ديفيجن، والبارامتر الثاني اللي هو الكاونت، انت عاوز تقسم اللاين بتاعك ده لكام نقطه. تعالوا مثلا هو الديفولت بتاعه ان هو بيقسمه ل 10 نقط. خلاص، لا انا مثلا عاوز اقسمه لخمس نقط، هاجي اهو
اروح مقسماه بالمنظر ده، يبقى انا اللاين الاولاني قسمته لخمسة واللاين التاني عملت له ديفيجن برضو بنسبة خمسة. طيب عاوز اوصل بقى النقطة دي بالنقطة دي والنقطة التانية بالنقطة التانية والتالتة بالتالتة وهكذا. هاجي اعمل برضو لاين خلاص، هادي الستارت بوينت وهادي الاند بوينت. ثانية واحدة. تمام طيب نجي اعمل لاين تاني، ايه هوصل البوينتس بتاعت اللاين الاولاني بالبوينتس بتاعت اللاين التاني. اوكي طيب هو وصلها لي، بس وصلها لي بطريقة غريبة، دي سببها ايه؟ في خطوة أنا نسيها. في حاجة غلط، انا كنت عاوز الشكل اصلا غير النيله. تمام طيب معلش هنعيد تاني. خلاص انا كده عملت ايه؟ انا كده رسمت اللاين الاولاني واللاين التاني، تمام عرفتهم من البدايه بوينتس اهي. بعد كده حبيت اعمل اللاين الاولاني ديفايد كيرف واللاين التاني عملت له برضه هو كمان ديفايد كيرف. بعد كده خلاص انا كده عاوز اوصل البوينتس دي بالبوينتس دي فعملت لاين. تمام الشكل ده فيه اي مشكله بالنسبه لكم يا شباب؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ بصوا الخطوات اللي احنا بنعملها دلوقتي بس هي مجرد انا بعرفكم يعني حاجات اساسيه، هنيجي قدام يعني اخر السيشن دي هنعمل زي تطبيق برضو زي اللي احنا عملناه كده في الراينو، هنستخدم الحاجات دي. اوكي فانا دلوقتي بقول لكم ان احنا لو عاوزين من البدايه تعالوا بقى او هاي تاني، انا عاوز اعمل نقطه عاوز اعمل لاين، لاين في ايه ستارت بوينت واند بوينت، هعمل ايه ادي بقول له كونستراكت بوينت كونستراكت بوينت احط له مجموعه قيم مثلا 5 في الاكس ادي في الواي ادي في الزد
خمسة مثلا، خلينا نخليه رقم. اوكي هروح ساحب دي، هعمل كوبي ملعب في البرامترز بتاعتها، ممكن اكبر شوية خليها مش وحشة. تمام كده بقى عندي لاين، ارسم النت لاين واوصل البوينت الاولى البوينت التانية، كده عملت اول لاين. هاخد كل دول كوبي والعب برضو في البارامترز بتاعتهم عشان اعمل اللاين التاني. تمام في المنظر ده كده بقى عندي تو لاينز اهو. عاوز اعمل ديفايد كيرف لللاين الاولاني، اقسمه مثلا ادي كيرف بارامتر، عاوز اقسمه مثلا لخمسة بالشكل ده. اوكي ممكن اروح ساحب دي برضو اوكي، اوصل اللاين ده خلاص. يبقى انا قسمت التو لاينز اهو عادي جدا. عاوز اوصل ما بين النقط اللي هنا والنقط اللي هنا، ادي البوينت ستارت بوينت بتاعتي بسحبها من هنا، والاند بوينت بتاعتي بسحبها من هنا، خلاص هو وصل لي اللاينز. طيب تعالوا كده نتخيل مع بعض، لو انا لاين من الاثنين دول مقسم، يعني لاين الاولاني مثلا قسمته بخمسه، بس جيت مثلا قلت في اللاين الثاني انا هقسمه لسته او سبعه، شايفين ايه اللي بيحصل؟ النقطه الاولى اتوصلت بالنقطه الاولى في اللاين الثاني، والثانيه بالثانيه، الثالثه بالثالثه، والرابعه بالرابعه، والخمسه بالخمسه. وجي عند اخر نقطه لما ما لقاش ان هو يعني قدامها النقط الزياده، لما ما لقاش قدامها نقط موازيه راح موصلهم باخر نقطه. تمام هنا هناخد حاجة كده اسمها الداتا ماتشينج. يعني ايه الداتا ماتشينج؟ هناخد حاجة كده كومبوننت اسمه longest list shortest list. تمام لو انا جيت وصلت البوينتس دي هنا والبوينتس دي هنا، جيت بعد كده وصلت start point والend point، شايفين ايه اللي بيحصل؟ ولو انا جيت خدت longest list برضو وصلتها هنا وهنا، جيت مثلا عملت unreview ده. طيب longest list عمل ايه؟ ولا حاجة، هو نفس الديفولت اللي احنا كنا عاملينه في الأول. تمام فاكرين قبل ما نوصل اللونجست والشورت ليست كان نفس الشكل ده طالع لنا، النقطة الأولى في اللاين الأولاني توصلت بالنقطة الأولى، والنقطة التانية بالتانية، والتالتة بالتالتة، لحد ما وصلنا إنه آخر كام نقطة ما كانش قدامهم غير نقطة واحدة بس في اللاين الأولاني راح كلهم متوصلين بيها. طيب لو عملنا unpreview لللونجست ليست وعملنا preview للشورتست ليست، تمام عاوز أعمله أصلا disable. شايفين الشورتست ليست عمل ايه؟ وصل الاولى بالاولى والثانيه بالثانيه وهكذا لحد ما وصل الخمسه بالخمس. بعد كده النقط الزياده في اللاين ده ما لقاش، ما وصلهاش بحاجه، خلاص انا سبتها كده مفتوحه. طيب ممكن لما ادوس مثلا بالرايت كليك على الشورتست ليست دي كده معمول على حاجه اسمها تريم اند، ممكن اقول له لا بص اعملها لي تريم ستارت، يعني وصل اول نقطه رقم واحد بالنقطه رقم واحد واثنين بالاثنين وهكذا، وايه تريم اند يعني سيبك من اخر كام نقطه، لكن في trim end وصل النقط الأخيرة ببعض وسيبك من النقط الأولى. تعالوا مثلا في interpolate، interpolate عمل إيه؟ وصل النقطة الأولى بالنقطة الأولى في اللاين التاني، والتانية عمل لها neglection، ووصل التالتة بالتانية في اللاين ده، والرابعة التانية عمل لها neglection، التالتة هي اللي وصلها، الرابعة عمل لها neglection وهكذا. تمام؟ فدي فكرة الداتا ماتشنج. طيب هنستخدمها قدام شوية حتى لو ما فهمتوهاش دلوقتي، بس يعني اعرفوا احنا ايه الكلام ده بنعمله ليه. في مثلا برضو حاجة بجانب ال longest list و shortest list، في حاجة اسمها cross reference. اوكي انا اجي اوصل list تاني من list دي هنا. طيب
شايفين الكروس ريفرنس عمل ايه؟ وصل كل النقط اللي في اللاين الاولاني بكل النقط اللي في اللاين التاني، تمام. ولو دوسنا مثلا بالرايت كليك هنلاقي في عندنا حاجات دياجونال، في مش عارفه كوينسيدنت، في لور تريانجل، في ابر تريانجل، في اشكال كتير جدا. طيب احنا ممكن نعدي الجزء ده. طيب تعالوا نخش على حاجة ألطف وأسهل بكتير من كل ده. لو أنا جيت دي هتبقى حاجة تطبيقية بقى، لو أنا جيت مثلا رسمت ريكتانجل حبيت ان انا اعرفه، تمام، انا كده عرفت الريكتانجل بتاعي. طيب هناخد دلوقتي حاجه كده اسمها ترانسفورميشنز، تمام. يعني ايه ترانسفورميشنز؟ يعني ايه ان انا اعمل ترانسفورم لشكل ما، لفورم موجود عندي. باشمهندسين طيب انا مش عارفه انت يعني تحبوا نوقف السيشن على كده ونكمل المره الجايه، يعني حاساكم ان انتوا طبعا بتنهاروا مني، بس هي الحته اللي جايه دي حلوه لذيذه. هو الحاجات كترت قوي بصراحه، ايه يعني الحاجات كتيره قوي، فمش عارف هل ممكن نشتغل على جزء عشان ما ننساهوش او مش عارف، يعني كومنتس كتير قوي. طيب بصوا سيبكم من الكومنتس اللي فاتت بتاعت الجراس هوبر، خليكم في اللي جاي. اللي جاي ده هو هنطلع بيه، فاكرين شويه التاورز اللي احنا عملناها في الاخر على الراينو والحاجات اللي فيها كونتورنج، هنطلعها بس هنا بقى على الجراس هوبر. ازاي ان انا اطلعها على الجراس هوبر؟ عن طريق عمليات الترانسفورميشن، انا اعمل روتيشن، اعمل سكيل، اعمل موف. فتحبوا ناخدها المره دي ولا ناجلها للمره الجايه؟ السيشن الجايه هي السيشن الجايه هتبقى فيها حاجه اسمها البانلينج، ازاي ان انا السيرفس اللي عندي ابدا اعمل له بانلينج، يعني تقسيط بقى وكده. ف حاسه ان هي برضه هتبقى جزء كبير. يعني بصوا احنا المفروض كان التاسك اللي فاضل لنا النهارده هو ان احنا نطلع التاور ده باستخدام الجراس هوبر. فممكن اشرح لكم سريعا كده، ولو حسيتوا ان انتوا لسه ما استوعبتوهاش او ما فهمتوهاش اشرحها لكم المره الجايه تاني، ولا خلاص انتوا قفلتوا تماما يعني جبتوا اخركم؟ بمنتهى الامانه قولوا عادي. شباب ردوا عليا. مش عارف بصراحه، لو حضرتك عاوزه او لو حضرتك عاوزه تعمليها محاضره تسجليها وتبعتيها لنا اي حاجه، لو حضرتك عاوزه تكمليها تمام، يعني احنا يعني اي حاجه مش فارقه. طيب بصوا انا يعني خليني كده هقول شويه الكومنتس دي في ربع ساعه وهعيدها برضو المره الجايه، تمام. بس يبقى انتوا خدتوا كده ايه يعني فكره عنها، ماشي. طيب احنا هنعمل ايه الترانسفورميشن؟ عندنا كذا حاجه، ان انا ممكن اعمل سكيل للشكل او اعمل له روتيشن او اعمل له موف. طيب تعالوا تخيلوا معايا كده ان الريكتانجل ده انا عاوز اعمل له موف، هنزل كومبوننت اسمه موف، تمام. طيب ايه البارامترز اللي موجوده فيه؟ اول بارامتر عندي الجيومتري. ايه الجيومتري اللي انا عاوز اعمل له موف؟ اللي هو الريكتانجل، هوصل الريكتانجل بالجيومتري. شايفين هو عمل له موف تلقائيا الديفولت بتاع البرنامج في الزد اكسس وعلى ارتفاع 10 متر. طيب انا عاوز احرك الريكتانجل ده مثلا في الاكس اكسس، مش عاوز احركه في الزد، هروح كاتبه كلمه اكس، هنزل حاجه اسمها يونت اكس، تمام، هوصلها بموشن. شايفين حرك الريكتانجل في الاكس. طيب عاوز احركه بمقدار معين زي مثلا 10، اروح منزل لمبر سلايدر 10، اهو حركت الريكتانجل بتاعي في الاكس اكسس بمقدار 10. فيها اي مشكله؟ طيب لا باشمهندس انا عاوز احركه في الواي، هنزل يونت واي واوصلها واوصل النمبر سلايدر بيها، تمام، بحرك الريكتانجل بتاعي في الواي.
طب انا عاوز احركه في الزد، انزل حاجه اسمها يونت زد واوصلها في الموشن، تمام، واوصل النمبر سلايدر بيها بتحرك فين؟ في الزد دايركشن. كده الامر بتاع موف، في اي مشاكل ليكم؟ ما اظن مفيش اسهل من كده. طب فرضا باشمهندسه انا عاوز احرك الشكل بتاعي في الاكس والواي والزد مع بعض، حلو قوي، هروح كاتب اكس واي زد، بنزل حاجه اسمها فيكتور اكس واي زد، تمام، هاجي كده اوصله بالموف وادخل مثلا نمبر سلايدر بالشكل ده، اوكي، واسحبه مثلا كمان الواي وكمان الزد. شايفين الشكل بتاعي اتحرك ازاي؟ اتحرك في 3 directions، تمام. طبعا لو خليت مثلا ال x وال y 0 فانا كده بتحرك في ال z فقط، لو خليت ال z ومثلا بتحرك في ال y فقط كده انا بتحرك في ال x فقط، تمام. فده كده الامر move، تمام، ما فيهوش اي مشاكل. الامر التاني عندنا روتيت، اوكي، هاخد نفس الشكل بتاع الريكتانجل بتاعي ده وهوصله، هلاقي البارامترز بتاعت روتيت عندي مين؟ اول بارامتر فيهم جيومتري، تمام، شايفين بمجرد ما وصلت الجيومتري بتاعي بروتيت هو تلقائيا عمل روتيت على طول للريكتانجل. طيب تاني بارامتر عندي الانجل، انا عاوز اعمل روتيت للشكل ده بزاويه كام؟ زي مثلا انا عاوز اعمله بزاويه 30، تمام، او خلينا نقول ان انا عاوز اعمل الزاويه بتاعتي من صفر دبل دوت 360 وهوصل بالانجل. طيب شايفين لما باجي مثلا اتحرك هقف عند زاويه رقم 30، هل فعليا دي الزاويه رقم 30؟ يعني في حاجه غلط هنا في الروتيشن، صح؟ لو جيت مثلا وقفت عند الزاويه رقم 60 اكيد دي مش 60 درجه، يبقى ايه الايرور اللي بيطلع معايا في الروتيت كومبوننت؟ انه الديفولت بتاع البرنامج الانجل دي متعرفة على الراديان. فاكرين زمان كده في اعدادي كنا بناخد انه الزوايا يا اما بتتحسب بالراديان او بالديجري، فاكرين الكلام ده؟ اه تمام، اه تمام، اوكي. فالديفولت بتاع البرنامج انه الروتيشن الانجل بتاعته بالراديان، طب انا عاوز احولها لديجري اعمل ايه؟ هاجي على كلمه انجل هنا بالرايت كليك، شايفين، هدوس على كلمه ديجريز، انا بقول للبرنامج عرف لي الانجل بتاعتي بالديجريز. فكده لما اجي اقف في الزيرو لو دخلت انجل 30 كده فعلا بقت زاويه 30، جيت دخلت مثلا زاويه 60 كده فعلا بقت 60 90، تمام، لحد ما اوصل 270 360 وهكذا. ده كده الامر روتيت. طيب انتوا واخدين بالكم الروتيشن هنا بيحصل حوالين مين؟ بيحصل حوالين الزيرو زيرو، صح؟ طب لو انا مش عاوز الروتيشن يحصل حوالين الزيرو زيرو، عاوزه مثلا يحصل حوالين النقطة دي، هروح جايب بوينت، معرف البوينت دي هقول له سيت وان بوينت بالمنظر ده، واروح موصل البوينت دي بالبلين. شايفين اللي حصل؟ الروتيشن بقى بيحصل حوالين مين؟ بقى بيحصل حوالين النقطة اللي انا عرفتها دي. فيبقى انا تالت امر عندي او تالت بارامتر عندي في الروتيشن هو البلين بتاع الروتيشن. انت عاوز تروتيت الشكل بتاعك ده حوالين مين؟ حوالين نفسه ولا حوالين الزيرو زيرو ولا حوالين نقطه معينه؟ طيب لو انا عاوز اخلي الشكل بتاعي يروتيت حوالين السنتر بتاعه ممكن؟ اه طبعا ممكن. تعالوا كده هنتعرف على كومبوننت جديد اسمه اريا، تمام. شايفين اريا دي؟ الاريا دي بتجيب لي السنترويد بتاع الشكل بتاعي، هوصل الجيومتري بتاعي للجيومتري، شايفين، حدد لي السنترويد بتاع الشكل اهو. طيب عندي كلمه اريا وعندي كلمه سنترويد، اريا دي لما تقف عليها هو بيقول لك كده ان انت الشكل بتاعك الاريا بتاعه 875، طب السنترويد بتاعك او السنترويد بتاعك هي الثلاثه دول اللي هما في الاكس في الواي وفي الزد، هوصل السنترويد بالبلان بتاعي. شايفين الروتيشن بقى بيحصل حوالين مين؟ حوالين السنتر بتاع الشكل، اوكي. ده كده تاني امر. يبقى كده احنا خدنا الموف، اخدنا روتيشن، هناخد السكيل. بعد السكيل انا هوقف شرح تماما
وهنكمل بإذن الله المرة الجاية. تمام، هنبدأ المرة الجاية بإن أنا هعيد تاني على الأوامر دي، وهنبدأ إن احنا نطبق على الأوامر دي، ونخش بعدها في الجزء بتاع البانلينج والسيرفس بشكل أدفانسد شوية على الجراسو. تمام، أنا طبعا بعتذر لكم إن احنا طولنا النهاردة جدا، بس يعني إيه، أنا فعلا عندي حاجات كتير محتاج يعني عاوز أشرحها عشان الدنيا تبقى تمام معاكم في البرنامج. طيب الأمر التالت اللي هناخده هو السكيل. انزل بالريكتانجل بتاعي ده عادي جدا، اوكي، هوصل الريكتانجل بتاعي بالجيومتري. انا هايد بقى كل اللي فات ده معلش عشان هو عامل لي ازمه ديسيبل. تمام، ادي الريكتانجل الاصلي بتاعي وادي السكيل. الديفولت بتاع البرنامج ان هو بيعمل له سكيل حوالين مين؟ حوالين 0 0 وبفاكتور 0.5، هو تلقائيا بيسكل بفاكتور 0.5. خلاص، لا انا مثلا عاوز اسكت بفاكتور 0.9، اروح موصل ادي 0.9. عاوز مثلا اقلل شويه في السكيل، شايفين السكيل اللي بيحصل ده الريكتانجل بتاعي. طيب لو انا عاوز اعمل السكيلنج ده حوالين مثلا النقطه دي، فانا اروح معرف البوينت دي المنظر ده، اقول له سيت 1 بوينت، اعرف النقطه دي واروح ادي السنتر اللي تعمل حواليه سكيل. شايفين الاسكيل بقى بيحصل حوالين مين؟ عند النقطة دي. طيب انتوا خدتوا بالكم لما النمبر سلايدر في الفاكتور بتاع الاسكيل جه عند الزيرو ايه اللي حصل؟ الاسكيل ادالي ايرور. ليه؟ لانه مفيش حاجة في الدنيا اسمها ان انا اعمل سكيل لشكل بالزيرو. تمام؟ فلما يحصل معاك الايرور ده في الاسكيل اعرف ان انت وصلت النمبر سلايدر بتاعك لصفر. طيب اعلى نقطة عندي في السكيل كام؟ 1. طب انا مش ممكن اعمل سكيل للشكل بتاعي برقم اعلى من 1؟ ممكن طبعا، ممكن مثلا اجي اعمله ب 1.9 اي رقم. تمام، شايفين الشكل بتاعي بيكبر ازاي وما زلت بسكل الحاجه يعني بالنسبه للنقطه دي. طيب لو انا عاوز اعمل سكيل للشكل، هو هنا تلقائيا عامله حوالين 0 0، واحنا اتعلمنا ازاي ممكن نسكل الشكل للنقطه الثانيه. طب لو انا عاوز اعمله سكيل عند السنتر بتاع الشكل نفسه، ازاي نجيب السنترويد بتاع الشكل اللي لسه قايلينها من شويه؟ عندي كومبوننت اسمه اريا. تمام، اريا دي هنستخدمها كتير جدا السيشن اللي جايه وفي السيشن بتاعه الاتراكتورز مع باشمهندس محمد علاء. خلاص، فمهم جدا ان انتوا تبقوا فاهمينها وعارفينها. عندي الجيومتري بتاعي اهو بوصله هنا. بعد كده الاريا هو بيديني اريا الشكل، مش محتاجها دلوقتي، انا محتاج مين؟ محتاج السنترويد بتاع الشكل، هوصله بالسنتر هنا. شايفين السكيل بقى بيحصل حوالين مين؟ فبيحصل حوالين سنتر الشكل. تمام، يبقى كده احنا النهارده في الجراس هوبر اتعرفنا شويه على الانترفيس بتاع البرنامج، اتعرفنا شويه ازاي ان احنا بنتحرك جوه البرنامج النافيجيشن بتاعنا، اتعرفنا ان احنا ازاي نبدا ننزل كومبوننتس. لما ادوس بالميدل سكرول على اي كومبوننت من دول تطلع لي دايره فيها مجموعه اوامر. لحد دلوقتي خدنا الانيبل ديسيبل البريفيو والان بريفيو، انيبل ديسيبل، خدنا ازاي ان احنا نعمل جروبنج لمجموعه من الكومبوننتس، وقلنا ان احنا كان المفروض على اخر السيشن يعني هنستخدمها، بس خلاص السيشن الجايه باذن الله هنتعرف ازاي ان احنا لما نيجي نعمل مبنى او شكل او بروجكت على جراس هوبر ازاي ابدا انظم تفكيري وانا شغال. اتعرفنا على اوامر الترانسفورميشنز، يعني ازاي انزل ريكتانجل لاين مش عارف ايه، ازاي اعمل موف في اتجاه معين، ازاي اعمل روتيشن حوالين سنتر الشكل او حوالين نقطه محدده او حوالين الزيرو زيرو. اتعرفنا على السكيل، اوكي، اتعرفنا ان انا لو حابب من البدايه خالص ارسم لاين كاملا على الجراس هوبر بيترسم ازاي، وازاي اعرف نقط على الجراس هوبر، ولو انا مثلا الاشكال بتاعتي موجوده في الراينو ازاي بعرفها على الجراس هوبر. خدنا دي، خدنا دي. مش هطول عليكم اكتر من كده، بشكركم طبعا على مجهودكم النهارده. شكرا جدا ليكم لتفاعلكم، ويعني اتمنى ان قبل ما نخرج اخد فيدباك عن المحاضره بتاعه النهارده، هل كانت تمام؟ شايفين